الرقم القياسي العام 36 84 الرقم الآسيوي 38 3% جزء من الثانية والرقم الآسيوي باسم اليابان ورقم الألعاب الآسيوية باسم الصين والرقم العالم باسم جامايكا وهنا الانطلاقة الأولى لأول 100 متر للاستلام والتسليم في 100 متر الثانية الصين في الصدارة وصراع كبير اليابان والمئة متر ندخل في المئة متر الثانية ثم إلى المئة متر الثالثة ستكون نهايتها حسمها ندخل في آخر مئة متر من هذا السباق اليابان اليابان والصين اليابان مركز أول في التتابع في الطريق إلى نهائي 38 ثانية 97 في المجلة الثانية كابتن سعيد نعم عثمان كما كان منتظر بأن اليابان والصين وتايلاند يتأهلون إلى النهائي لأن ثلاث دول لها فرق قوية جدا في التتابع صحيح اليابان جيدة هذا السنة لأن تقريبا لها ثلاثة أو أربع عدائين مميزين في سباق 100 متر وشاهدنا اثنين منهما في تصفيات وفي نهائي سباق 100 متر فلهذا سيكون نهائي صاخب ما بين الصين واليابان وقطر لا ننسى قطر عثمان لأن قطر ستشارك في المجموعة الثانية ونحن نعلم بأن هناك فيني و فرانسيس فعلينا اثنين ان يكونوا في ليس في مستوى كبير ولكن في المستوى اللي ممكن ان يضمنوا ميداليه قطر ممكن تضمن ممكن تفوز بميداليه اذا كان فيه اثنين قادرين على الاحتفاظ ليس بسرعه فيمي ولكن بسرعه اسيويه حتى يعطيوا لفيمي في الفرصة الأخيرة لنهاية السباق نعم إذا هناك أيضا عمان ستكون في التصفية الثانية نتمنى لها كل التوفيق والنجاح إن شاء الله عمان كذلك فريق قوي جدا نعم بركات عداء مميز أتمنى لو كان هناك اثنين أو ثلاثة مثل بركات حتى نقول بأن عمان ستنافس هو 100 متر نعم نهائي فلهذا أقول بأن عمان لها فرصة كذلك لتكون فوق منصة التتويج